تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن